مهم جدا نقف مع ماتش ليفربول والريال امبارح لاكثر من سبب. ليه بقى؟ هقول لحضراتكم. واحد طبعا ما حدش ينكر قيمه فريق بحجم ليفربول، واحد من اهم الفرق في اوروبا في السنوات الاخيره، فريق دايما كان حاضر، سيبك من نتائجه الموسم ده او تراجع المستوى الموسم ده، لكن دايما كان حاضر على كل المستويات، سواء على مستوى الكره الانجليزيه تتويجات وفوز ببطولات وبريمير ليج، هدافين ابرزهم طبعا محمد صلاح، كان معاه في موسم من المواسم فيرمينيو، كان معاه في موسم من المواسم ساديو ماني، تحقيق لقب الشامبيونز ليج، الوصول لاثنين نهائي الشامبيونز ليج امام ريال مدريد ورغم كده ما قدرش يتوج باللقب مره ثانيه. لكن في النهايه انت بتتكلم باعتراف العالم كله على واحد من افضل فرق الكوره في السنوات الاخيره في كره القدم. بيلعب فين؟ بيلعب على ارضه وفي وسط جمهوره. مع مين؟ مع ريال مدريد. ومتقدم بنتيجه 2-0. ورغم كده ينجح الريال في العوده وينهي المباراه لصالحه بنتيجه 5-2، اتقل نتيجه يشيلها ليفربول على ملعبه. معرفش ليه، ومتاكد انه كتير جدا من الاهلاويه وهم بيتفرجوا على ماتش امبارح افتكرنا مش قصه مواجهتنا مع ريال مدريد بقد ما هي ردود الافعال عندنا هنا في مصر، اللي مفترض الحقيقه اللي مفترض والطبيعي والمنطقي والموضوعي انها تكون حاله فرح وحاله فخر كبيره جدا بالنادي الاهلي بعد مشاركته في كاس العالم. ليه بقول كده؟ لانه اصوات كتير جدا طلعت هجمت النادي الاهلي وقللت من امكانيات النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي العالميه لكل صحف العالم، واحنا بنتابع بطوله كاس العالم مع حضراتكم هنا في سادسه، افتكروا كده وشوفوا ازاي العالم كله اشاد بالنادي الاهلي بصرف النظر عن نتائج المباريات، وعايز اقول لك كمان بصرف النظر حتى عن انجازات النادي الاهلي في التاهل لادوار قبل النهائيه في ثلاث نسخ متتاليه، يعني سيبك من الارقام وسيبك من الانجازات، لكن خليني اقول لك انه فريق زي النادي الاهلي وهو الحقيقه يغرد منفردا مش بس من واقع حبي وانتمائي للنادي الاهلي، لكن من واقع اللي حققه النادي الاهلي في مشاركاته العالميه، انا مش بتكلم على مشاركات محليه ومش بتكلم على مشاركات قاريه. الاهلي مهيمن محليا وكل اللي حواليه يعني بيكملوا المشهد، ومهيمن قاريا وكل اللي حواليه برضو بيكملوا المشهد. لكن عالميا احنا بنتكلم في حته ثانيه خالص، فريق مسيطر على ثلاث ارباع الكره الارضيه. فريق مسيطر على قارة أمريكا الشمالية والكاريبي، هزمنا في نسختين متتاليتين بطل المكسيك مونتري، وهزمنا في النسخة دي سياتل ساوندرز بطل الولايات المتحدة الأمريكية. فريق مسيطر على قارة آسيا، واجهنا بطلين فرقتين من الفرق الثقيلة جدا في آسيا في النسخ الأخيرة زي الدحيل القطري على أرضه وفي ملعبه وفي وسط جمهوره، والهلال السعودي، وما أدراك ما الهلال السعودي وحجم النجوم والإمكانيات المتاحة لزعيم آسيا وقدرنا نتفوق عليهم. امريكا الجنوبيه احنا ماشيين تاتا تات راس براس، ويمكن النسخه دي كنا افضل بكتير جدا من فلامينجو لولا بعض الاخطاء البسيطه جدا اللي ما خلتناش نحقق الفوز على بطل البرازيل وكوبا ليبرتادورس، لكن تقدر تقول انه بطل افريقيا النادي الاهلي في مواجهه ابطال امريكا الجنوبيه المختلفين سواء فلامينجو او بالميراس راس براس، جوله لينا وجوله ليهم. الوحيد اللي ما قدرش يتخطاه او القاره الوحيده اللي ما قدرش النادي الاهلي ان هم يتخطاهم في نسختين قابل فيهم ابطال من العيار الثقيل هم بايرن ميونخ و ريال مدريد. ريال مدريد اللي الاهلي قدم مباراه وكان فيها بشهاده الاسبان نفسهم ند لند لغايه الدقيقه 90. ريال مدريد اللي الاهلي كان ممكن جدا لو احسن استغلال فرصه كانت ممكن جدا سيناريو المباراه دي يختلف وتنتهي بالتعادل ومحدش عارف التعادل ممكن يودينا لفين. الاهلي اللي اثبت بالارقام انه بجد اعظم نادي في الكون، لانه الاهلي لو يتمتع بس بعشر امكانيات الانديه الاوروبيه كان ممكن جدا الفوارق اللي احنا بنتكلم عليها واللي شايفينها من اصعب المستحيلات تكون بتتحقق على ارض الواقع، وساعتها الاهلي ممكن ينافس على بطوله زي بطوله كاس العالم بمنتهى الاريحيه. روح الفانيلا الحمراء هي سر عظمه النادي ده، وجمهور النادي الاهلي هو بجد اعظم جمهور في الكون.